لها. مع ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة بغداد وقدم خطوط نقل الطاقة الكهربائية واستمرار التجاوزات عليها، تعرضت العديد من محولات الطاقة الكهربائية للأعطال، لكن الغريب في الأمر إن إعادة نصب هذه المحولات وإصلاحها يتطلب عدة أشهر، مما أدى إلى تذمر واستياء العديد من المواطنين في مناطق شرق القناة في ظل حرمانهم من الطاقة الكهربائية طيلة شهر رمضان، متهمين منتسبي الكهرباء بالفساد ومطالبتهم بالأموال مقابل إعادة نصبها. يعني المواطن قام يصرف على الدولة مثلاً، اي طبعا يردون فلوس، تعالوا جمعونا نصلح، كل عطل ياخذون. انت هسه كون ببكاني، انت عامل وصار لك سنتين قاعد وطق محوله والله ما نصعد، انطونا اشتروا كيبلات. يعني مواطن يصرف على دوله بيا قانون هذا. المسؤولون في مديرية كهرباء مدينة الصدر أكدوا أن غياب التخصيصات المالية هو السبب الرئيس وراء تأخر إصلاح المحولات أو تجهيز المناطق السكنية بمحولات جديدة، في ظل محاولاتهم المستمرة العمل وفق المتوفر لديهم من إمكانات الشبكات. إحنا القدر الإمكان بنود نجددها، بس تعرف الإمكانيات في وقت الحاضر نشتغل بجهد استثنائية من قبل كوادرنا، وإن شاء الله إحنا مسيطرين على الأعطال. وفي ظل ما أعلنته وزارة الكهرباء من ذرائع بسبب نقص التخصيصات المالية، أكد وزير الصناعة استعداد شركات الوزارة باستمرار تجهيزهم بمحولات ذات جودة عالية بأسلوب الدفع بالآجل، رغم عدم تسديد ما بذمتهم من ديون تصل إلى 77 مليار دينار ثمن المحولات السابقة. إذا كانت المشكلة مشكلة مالية، فوزارة شركة ديالة فقط تطلب وزارة الكهرباء بحدود 77 مليار دينار، وقدمت عرض أيضا أنه بإمكانها تجهز ما تحتاجه الكهرباء من محولات بالآجل ووفق دفعات بالتقسيط، لكن للأسف نواجه بكثير من الأسباب والمبررات التي تدفع بوزارة الكهرباء للتعاقد مع المحولات المستوردة. ويعاني سكنة العديد من أزقة وأحياء مناطق شرق القناة من غياب التيار الكهربائي منذ عدة أشهر بسبب عطل محولات نقل الطاقة الكهربائية وعدم إصلاحها من قبل دوائر الكهرباء فيها. أحمد عرام، الحرة، بغداد.